بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. سأتناول في هذه المحاضرة الشابتر رقم 5، وعنوان هذا الشابتر هو الكاونتينج أو ما يسمى بالعد. وهذا الموضوع مهم جدا، خاصة في مواضيع الإحصاء والاحتمالات probabilities، وهو أيضا مهم لطالب علم الحاسوب. الموضوع بسيط ودقيق في نفس اللحظة، لذا عزيزي الطالب أرجو المتابعة والتركيز. كما يمكنك التواصل معي بإرسال رسالة عبر منصة التعليم الإلكتروني الخاصة.